عندي الدخل الوحيد هو هذا الشغل، عايشة منه أنا والأولاد، وبندفع إيجار بيت، ندفع كهرباء، بندفع مية، يعني هو دخلي هو والباص، يعني الحمد لله رب العالمين. معيشة جدا غالية، والفرد الواحد ما بيقدر يصرف على حاله، فاضطرينا إنه إحنا نجتمع كلياتنا ونعمل مشروع صغير. قبال جميل بصراحة. أكثر من غالبية العاملين والعاملات في الأردن بشكل منظم ومسجلين بالضمان الاجتماعي، وجورهم تقل عن بمستوى خط الفقر المعلن حكوميا أو أقل، وبالتالي كل منظومة الحماية الاجتماعية، كل منظومة العمل، كل منظومة السياسات ذات الطابع الاجتماعي حقيقة تدفع باتجاه التوسع بالأنشطة الاقتصادية غير المنظمة.